أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالي: أنا والدي مريض بالفشل الكلوي ويقوم بالتغسيل يوميا، وينصحه الأطباء بعدم الإكثار من الماء لأن كثرة الماء تضره، لأنه يتجمع في جسمه مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، وهو كثيرا ما يطلب الماء، ونحن نقوم بإعطائه الماء جرعات قليلة ونرفض أن نعطيه الماء دفعة واحدة نظرا لصحته، ويقوم بالتحسب علينا، يقول: حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. هل الدعاء في هذا يصل علينا وهو من العقوق؟ إذا كان منع الماء عنه من مصلحته فلا إثم عليكم في ذلك، لأن هذا من مصلحته. وكما ذكر لكم الطبيب، إذا كان الطبيب أوصاكم بأن لا تكثروا عليه الماء هذا من مصلحته، ليس عليكم إثم في ذلك، بل أنتم تريدون له الخير. نعم.